يقصف العراق ونواجه القصف بالدبلوماسية، تأتي الصواريخ ونقولها هاي أهلا بك يا صواريخ سنواجهك بالدبلوماسية. سيد نبيل، أي دبلوماسية؟ نحن نتحدث عن حالة حرب. أنقل السؤال إلى سيد عثمان. سيد عثمان، تعليقك على كلام السيد نبيل عندما يقول يجب أن تواجه المسألة بالدبلوماسية. أريد أن أقول آراءكم أولا، يعني أنا لا أريد أن أتبنى رأي أو أطرح رأي خاص، أنا هنا أستعرض الآراء، آراء الضيوف فقط حصرا. نعم سيد عثمان. نعم، تحياتي لكما ولضيفكم الكريم وللمشاهدين. الهجوم الذي قام به الإيرانيون على مدينة أربيل أكيد تختلف عن الهجمات السابقة، لأنها أول مرة فالإيرانيين على المستوى الرسمي يعلنون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم ويقولون بصراحة بأنهم قاموا بهذه الهجوم ويستمرون فيها إذا بقي هذه الأهداف، كما يدعون بأن هذه الأهداف موجودة في أقليم كردستان وقواعد إسرائيلية كما يدعون، فهي مركز أو مصدر تهديد للأمن القومي الإيراني. ولكن مثل ما تفضل به السيد ضيفكم الكريم، فإن العراق في وضع حساس جدا، فالحكومة حكومة تصريف الأعمال والحكومة المنتخبة لا زالت غير مشكلة، والوضع العراقي وضع خاص، فالأطراف لحد الآن مختلفين على شكل الحكومة، وهناك اختلافات داخل البيت الشيعي وداخل البيت الكردي، فكل هذه يؤثر على الموقف الرسمي العراقي. فالموقف الرسمي العراقي يجب أن تكون وافق مع السيد ضيف الكريم، يكون على المستوى السياسي والدبلوماسي أكثر. ليس من استطاعة العراق أن تحاول مثلا رد إيران على هذه الهجمات، يعني هي غير قادرة. سيد عثمان، لهذا تقول يجب أن يأتي الرد سياسيا ودبلوماسيا، لأنه ببساطة العراق غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمنيا وعسكريا. ولكن إذا كان ما حدث هو رد فعل من قبل إيران على فعل كان اتجاهها سابقا، سواء لواشنطن أو لإسرائيل بعد الهجوم الأخير الذي أودى بحياة ضابطين في الحرس الثوري بمواقع قرب دمشق، إذا كان ما حدث رد فعل لفعل سابق، لماذا يأتي اليوم رد الفعل على الأراضي العراقية؟ إلى متى يتم التجاوز على سيادة البلاد؟ ذكرت بأن الرد الإيراني لم يكن هذا الأول ولم يكن الأخير. أعتقد فأن الإيرانيين قاموا في الفترة السابقة بالهجوم على الأراضي العراقية في محافظة الأنبار، في محافظات أقليم كردستان، وقاموا هذه الهجمات بهدف ضرب المصالح الأمريكية. ولكن في هذه المرة دعا الإيرانيين بأن هناك تهديد مباشر، مصدر تهديد موجود في أربيل في أقليم كردستان، فإنهم ضربوا ثأرا على مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا. واعتقد ان الايرانيين اليوم اقرب من اي وقت كان من اسرائيل، فالايرانيين موجودون في سوريا، فانهم يستطيعون ضرب المصالح الاسرائيليه في اسرائيل. لماذا في اقليم كردستان؟ نعم، لماذا اربيل وليس تل ابيب؟ صحيح، وهذا هو السؤال اللي يطرح نفسه. مع هذا فللمعلومات بأن لحد الآن هناك عوائل يهودية موجودة في إيران، وللمعلومات لم يبقى أي عائلة يهودية في أقليم كردستان. بعد الضربة السلطات الرسمية في أقليم كردستان أعلنوا بأنهم مستعدين لاستقبال كل اللجان التحقيقية ليتحققوا هل هذا المكان المستهدف مكان سكني أم هناك قواعد. فأنا ساكن في أربيل، فهذا المكان المستهدف، هذا المكان قريب من الشارع الرئيسي، فهناك بيوت للمواطنين، ليس هناك لا مقرات حزبية ولا مقرات حكومية ولا أي شيء رسمي في هذا المكان، فهناك تقاطع للشوارع، فأنهم ضربوا مكانا غير مشكوك أبدا. لذلك فأنا كما ذكرت فأن الحكومة العراقية تمر بموقف حساس جدا، فعليهم الضغط على أصدقاء العراق وعلى المحافل الدولية وخاصة الأمريكان بأن تحرك للحد من هذه التدخلات الإيرانية والتركية، فهناك تدخلات مستمرة.